الله الرحمن الرحيم. أقدم لكم روحي ملك بن زيد، مترشح لعضوية المجلس المحلي بعماد الرحمة رقم 1. شعارنا في الحملة هذه هو التحدي ورد الاعتبار للعمادة. إن شاء الله قبلنا التحدي وسننطلق في الإنجاز معا. أهم النقاط: التسوية العقارية لأنها هي الحل الوحيد الذي يجلب الاستثمار للمنطقة. 2. إدخال الماء الصالح للشراب للمناطق التالية: عين القطار، شحاف، راس الطابية، ترخان، الشرفي، الكسيرات، بوشريك، رب معصونات. لهنا في النقطة هذه نحب نعرج على حاجة، ثم حلول عاجلة وحلول آجلة. بالنسبة للحلول العاجلة لهنا لاحظنا إيش فما؟ فما ناس في ترخان، في شحاف، في عين القطار، في دمام برويس ما عندهمش ماء. توا هما توا جدي بيان توا هما عطش. 2. مسالك فلاحية. صحيح هذه بعد زيارة الميدانية اكتشفت برشا حاجات. بالحق احنا في القرن 21 ولاحظت غياب الدولة لهنا في مؤسساتها أهمها التجهيز. باهي تعبيد طريق المقبرة ربع بصلاح، تعبيد طريق المقبرة بوشريك، التنوير الكهربائي سيدي عمار والكارير، إنجاز طريق الجبلية الرحمة زنجو من معتمدية تكلس لفك العزلة، وبالتالي عندها جدوى اقتصادية تتمثل أهمها في السياحة الجبلية، جدوى أمنية مكافحة الحرائق ورصد بعض التحركات المشبوهة. بون هي بلادنا في الأخير. باهي بعض مساكن اجتماعية للعائلات المعوزة الموجودة في الشرفين، الكسيرة، بوشريك، في الرحمة. رابعا استقطاب مستثمرين للحد من البطالة مع مراعاة خصوصية المنطقة، إحداث دائرة بلدية لتقريب الخدمات للمواطن، ربط قرية الرحمة بشبكة التطهير مع النظافة بصفة دورية، إيجاد حلول للمقاسم الاجتماعية. بالنسبة للشباب تهيئة ملعب رياضي بعد دار للشباب ذات مواصفات عصرية إلى آخره، مساعدة الشباب على التكوين وإدماجه في سوق الشغل، اقتراح مركز عمومي للأمن الوطني للوقاية من الجريمة، اقتراح إطار طبي وشبه طبي قار بمستوصف الرحمة. لشباب عمادة الرحمة عنوانان، عنوان الثورة وعنوان الثروة. كسائر شباب الوطن قام شباب الرحمة بثورة شعارها شغل، حرية، كرامة وطنية. لم ينله من هذا الشعار شيء، صدر أحلامه، آراءه هنا أصيب بالإحباط. ما هو الحل؟ تعالوا نصح المسار. الحل أن ينخرط في البناء القاعدي لأنه قوة مقترح، وذلك بالذهاب إلى صندوق الاقتراع والإدلاء برأيه ويقول كلمته حتى نرسم مستقبل العمادة معا، لأنك أنت المستقبل. مع العلم أن العمادة تسخر بكفاءات عالية ذات مستوى. أتمنى أن أكون في مستوى الأمانة والثقة، والله الموفق. تعالوا وانتخبوا رقم 1 ملك بن زيد.